ماهر لم ينتمي إلى أي حزب، ماهر إنسان طبيعي وودود ولطيف جدا، لكن ماهر من الشباب العربي المسلم يا سلام اللي تأثر من ما يحصل في فلسطين الحبيبة. بس زعل على وضع الأمة الإسلامية، ممكن يعني كل إنسان فينا اللي يشوف القتل في إخواننا في غزة، كل إنسان غيور فينا ممكن تحرر من هذا القتل.